بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج على مسؤوليتي. وسنتحدث في هذه الحلقة عن الأوضاع السياسية في مصر بعد هذه المجزرة الرهيبة وهذا الحادث الإجرامي الأخير الذي وقع في سيناء يوم الجمعة الماضي. أعتقد أن هذا الحادث يشكل تطورا نوعيا في العمليات الإرهابية الموجهة ضد الدولة المصرية، ليس فقط بحكم الأعداد الكبيرة من الشهداء الذين سقطوا في هذا الحادث والذين زادوا عن 50 شهيدا، لكن أيضا بسبب يعني هذا التطور النوعي في أداء الجهات التي ارتكبت هذه المجزرة أو هذا الحادث الإجرام. واضح أن هذا الحادث لن يكون كغيره من الحوادث المشابهة التي مرت بها مصر من قبل. فالرئيس السيسي على الفور طلب انعقاد اجتماع أو دعا لاجتماع لمجلس الدفاع الوطني، وهو لا يحدث بشكل مستمر في أعقاب كل حادث. وأيضا يعني صدر عن هذا المجلس مجموعة من القرارات كان في مقدمتها إعلان الحداد في مصر لمدة 3 أيام. لكن من شاهد الرئيس السيسي في أعقاب جنازة تشيع الشهداء ودقق في ملامحه يدرك أن الرجل غاضب وأن هناك إجراءات أظن أنها ستكون مختلفة نوعيا عن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، وبالتالي ربما يؤرخ هذا الحادث لمنعطف كبير في السياسة المصرية، ليس فقط السياسة التي تستهدف مواجهة الإرهاب في مصر وإنما ربما السياسة التي تستهدف معالجة الأزمة السياسية الراهنة. وطبعا يعني أنا أريد أن أقول أن في مصر أزمة سياسية مستمرة منذ فترة، ولكن يصعب علينا أن نقول أن العمليات التي تجري في سيناء هي عملية تستهدف الانتقام من نظام سياسي معين أو تستهدف فقط تصفية حسابات سياسية معينة أو أنها عمليات موجهة ضد نظام بعينه. فلا جدال عندي في أن هذه العمليات تستهدف تقويض الدولة المصرية. أصبح الجندي المصري لمجرد أنه يرتدي الزي العسكري سواء كان جنديا في القوات المسلحة أو كان جنديا في الأمن المصري أصبح مستهدفا، ويعني هذا أمر بالغ الخطورة. وعندما يرفع البعض السلاح في وجه الدولة فلن يكون هناك من رد آخر سوى حمل السلاح في مواجهة كل من يرفع السلاح. لكن علينا أيضا أن لا ندفن رؤوسنا في الرمال وأن يعني نرى أن هذه الأزمة تأتي في سياق أزمة سياسية أكبر وأشمل، وربما ما حدث في الجامعات المصرية خلال الأسبوع الماضي وقبل الماضي يعكس عمق هذه الأزمة. الجامعات المصرية شهدت اضطرابات عديدة سواء في جامعة القاهرة أو في العديد من الجامعات الأخرى، وسقط قتيل ويعني اجتاحت الجامعات مظاهرات وتم تحطيم الأجهزة الأمنية التي نصبت لمراقبة الدخول والخروج من يعني الجامعات، بل وسقط أيضا يعني وارتكبت حادثة بشعة أمام جامعة القاهرة سقط فيها شهداء أيضا،
وجرح يعني أحد كبار الضباط في وزارة الداخلية المصرية. إذن نحن أمام في واقع الأمر مشهد مضطرب، وأنا شخصيا لا أرى أن هذا المشهد يعكس فقط أزمة صراع سياسي بين فريقين، وإنما هناك من يحاول استغلال هذا الصراع السياسي في واقع الأمر لتقويض الدولة المصرية، وأنا على يقين من هذا، خصوصا وأن العمليات الإرهابية يعني هي مستمرة في واقع الأمر، كانت موجودة أيام حسني مبارك واستمرت في أيام الدكتور محمد مرسي، وهي مستمرة الآن بعد انتخاب المشير السيسي وبعد أحداث 30 يونيو و3 يوليو. لكن كيف تتعامل الأطراف المختلفة مع هذه الأزمة؟ طبعا نحن لدينا جماعة الإخوان المسلمين التي أزيحت عن السلطة بعد تدخل الجيش في 3 يوليو، والذي تم في تقدير الشخصي، وما زلت يعني أصر على هذه المسألة، أن هذا التدخل جاء لإعمال إرادة سياسية مصرية تجسدت في 30 يونيو. وبصرف النظر عن تكييف ما حدث في مصر، هل هو ثورة شعبية أم انقلاب سياسي، لم تعد المسألة يعني قاصرة على هذه النظرة الضيقة. فأظن أن هناك قناعة تتزايد لدى قطاعات كبيرة من الشعب المصري بأن مصر مستهدفة بشكل حقيقي، وأن ما يجري في مصر لا يمكن فصله عن ما يجري في عدد من الأقطار العربية. فهناك يعني دول تكاد تكون قد تحولت بالفعل إلى دول فاشلة، وفيها صراع وصل إلى حد الحرب الأهلية، وفيها نوع من التدمير الذاتي في واقع الأمر. هذا ما يحدث في سوريا، وما يحدث في اليمن، وما يحدث في ليبيا، وهناك من يريد ومن يصر على أن تتحول مصر إلى واحدة من هذه الدول. إذن القضية أصبحت تتجاوز إلى حد كبير جدا موضوع الصراع السياسي على السلطة، والذي يرى البعض أنه محتدم بين جماعة الإخوان المسلمين التي وصلت إلى السلطة عن طريق الانتخاب، والجيش الذي يرى البعض أنه استولى على السلطة في 3 يونيو. ما يهمني في هذه الحلقة في واقع الأمر هو أن أوضح وجهة نظري تماما وموقفي من هذه المسألة. هناك صراع على السلطة في مصر، هناك صراع سياسي في مصر، ولكن هناك أطراف في الداخل أو في الخارج تحاول استغلال هذا الصراع السياسي في واقع الأمر لتقويض الدولة المصرية، أو لتحويلها إلى دولة فاشلة، شأنها في ذلك شأن العديد من الدول العربية التي تمر بلحظة فاصلة في تاريخها، خصوصا منذ ما يسمى بثورات الربيع العربي. والكل يدرك طبعا أنه إذا انهارت الدولة المصرية لا قدر الله، أو إذا حدث لها ما يماثل ما يحدث في دول مثل ليبيا أو مثل سوريا أو مثل اليمن أو غيرها من الدول العربية، فسينتهي أمر العالم العربي، وسيكون هذا بداية لخريطة جديدة في المنطقة. لكن السؤال الذي يتعين أن يطرح نفسه وأن يطرح بمنتهى الوضوح وبمنتهى الشفافية وبمنتهى الصراحة، يعني هل الأطراف المعنية بالأمر السياسي في مصر سواء كانوا طرفا مباشرا في هذا الصراع، أم فضلوا الانزواء مؤقتا بسبب ما يجري على الساحة السياسية المصرية، هل هذا يعمق من الأزمة القائمة أم يؤدي إلى تسوية في نهايتها؟ أنا في تقديري الشخصي أن الاستراتيجية التي تتبناها جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة النظام الحالي تصب مباشرة في اتجاه تقويض الدولة المصرية،
ولن تخرج منه جماعة الإخوان المسلمين أو القوى المتحالفة معها سالمة بأي نحو على أي نحو. طبعا جماعة الإخوان المسلمين تتصور أنها أزيحت عن السلطة بشكل غير شرعي، أنها جاءت إلى السلطة بصناديق الاقتراع وأزيحت عن هذه السلطة بالقوة المسلحة. وأظن أننا تحدثنا في هذا الموضوع كثيرا وموقفي منه شديد الوضوح. لكن ما الذي يعني ما هي الاستراتيجية التي يتعامل معها النظام الحالي في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين؟ وهل هذه الاستراتيجية تصب لصالح مكافحة الإرهاب أم لا؟ أنا في تقديري الشخصي أن هذه الاستراتيجية هي استراتيجية قاصرة، واستراتيجية تتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين بمنطق أمني وليس بمنطق سياسي، ولا يملك النظام الحالي رؤية سياسية لمواجهة هذا الوضع ولمعالجة قضية الإرهاب التي وصلت إلى نقطة بالغة الخطورة وتكاد تهدد مقومات الدولة المصرية ذاتها. لكي نعالج الإرهاب، والإرهاب ظاهرة عامة وظاهرة تمسك بخناق الإقليم كله، علينا أن نواجه هذه الظاهرة بما تستحقها من الجدية ومن الشمول. نحن في مصر استسهلنا مقولة أن جماعة الإخوان المسلمين هي أساس الإرهاب في مصر وهي جذر هذا الإرهاب، وأعلناها منظمة إرهابية، وأعلنا حزب الحرية والعدالة. في تقديري أنه لا يكفي على الإطلاق، بل ربما هذا المنحى في معالجة الإرهاب هو منحى قاصر تماما، لأنني عندما أتعامل مع ظاهرة في خطورة الظاهرة الإرهابية، علي أن أتعامل مع الذين يحملون السلاح في وجه الدولة أيا كان، سواء كان اسمهم حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين يعني التي تم سحب الشرعية منهما، و يعني أي طرف آخر يحمل السلاح في وجه الدولة. ولكن القضية ليست قضية فقط من يحمل السلاح، وإنما قضية من يحرض على الإرهاب، من يكفر الآخر، من يغذي الفتنة الطائفية إلى آخره من هذه المسائل. وبالتالي كان يجب أن تكون المعالجة للمسألة الإرهابية أو للقضية الإرهابية هي معالجة في مواجهة كل من يحمل السلاح، كل من يحرض على الفتنة الطائفية، كل من يعني يكفر الآخر إلى آخره، وأن تحاول الدولة من ناحيتها استقطاب كل الشباب الذي لم يحمل السلاح في وجه الدولة ولا يحمل فكرا تكفيريا، وربما يكون قد غرر به وخدع. لكن الدولة في الواقع الأمر لم تتعامل مع الأمر من هذه الزاوية على الإطلاق. فهناك عدد لا بأس به من الأحزاب التي ينطبق عليها نص الدستور والتي قامت على أساس ديني، وبعضها يقوم بتكفير الآخر، وبعضها ما زال يعني يتبنى خطابا تحريضيا وخطابا طائفيا إلى آخره. هل لدينا خطة للتعامل مع هؤلاء؟ هل نعرف بالضبط من الذي سيسمح له بدخول الانتخابات القادمة، أو من الذي لن يسمح له بدخول هذه الانتخابات؟ هل اتخذنا العدة لكي نلم شمل المصريين جميعا في مواجهة يعني هذه الظاهرة الإرهابية بشقيها الأمني والفكري في الوقت نفسه؟ لا أظن. تعال مثلا يعني نبحث ما الذي حدث في الجامعة، وكيف استعدت الدولة للعام الدراسي الجديد. يفترض في الدراسة أن تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر من كل عام،
ولكن قبل بدء الدراسة قامت الدولة باتخاذ عدد من الإجراءات التي أثارت سخط العديد من الأوساط الجامعية، والذين ليست لهم أي صلة أو رابط أو ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين. على سبيل المثال، تم تغيير نظام انتخاب القيادات الجامعية واستبداله بنظام آخر هو أقرب إلى التعيين المباشر، ولم يكن هذا النظام مقنعا لكثيرين. أيضا تم تأخير الدراسة في الجامعة لثلاث أسابيع كاملة بدعوى أن المدن الجامعية ليست جاهزة لاستقبال الطلاب، مع أنه كان يفترض أن تكون الدولة جاهزة بكل إمكانياتها لاستقبال هذا العام الجامعي في موعده. وبالتالي أرسلت هنا إشارة خاطئة إلى أن الدولة ربما تكون خائفة إلى آخره. تم استبدال الحرس الجامعي بالتعاقد مع يعني شركة خاصة لتفتيش الطلاب، ولا أحد يمتنع يعني يعترض في واقع الأمر على أن يخضع الجميع عند دخول الجامعة للتفتيش، لأنه ثبت أن هناك أسلحة دخلت وأن يعني لم يكن هناك أي نوع من الانضباط. لكن للأسف الشديد عندما طبق هذا النظام طبق بشكل فيه قدر كبير من التعسف ومن الاستهتار أيضا، لأنه في الغالب الأعم ترك باب واحد للجامعة مفتوحا، وبالتالي حدث تكدس كبير، تأخر بعض الطلاب عن الوصول إلى محاضراتهم في الوقت المناسب، وبالتالي أثار أوجد يعني هذا النوع من السخط ومن الارتباك في أوساط لا علاقة لها لا بجماعة الإخوان المسلمين ولا بغيرها من الجماعات. نفس الشيء يعني يمكن أن تجده في التناول السياسي العام للوضع في مصر. خذ مثلا الإعلام المصري الحالي، سواء الإعلام الرسمي الواقع تحت إشراف الدولة أو الإعلام المملوك للقطاع الخاص. هناك حملة شرسة جدا من جانب الأجهزة الإعلامية ممتدة منذ فترة طويلة ضد ثورة 25 يناير، وتعتبر أن هذه الثورة هي نتاج مؤامرة خارجية وأن كل الذين شاركوا فيها هم من العملاء. وعندما جاء الدور على محاكمة الرئيس مبارك وتوقع الناس أن يصدر حكم نهائي، قبل جلسة الحكم شاهد المصريون عجبا عندما وجدوا رئيس الدولة الذي صار الشعب ضده في 25 يناير يلقي مرافعة هي أقرب ما تكون إلى الخطاب السياسي الموجه إلى الأمة من داخل قفص الاتهام، وبالطبع أنكر كل التهم الموجهة إليه، وبدأ يعني هذا وكأنه رسالة تؤكد على أن مبارك سيخرج بريئا من قفص الاتهام. ليس هذا فقط، وإنما أعطى الانطباع بأن النظام الذي يحكم الآن هو نظام ما قبل ثورة 25 يناير. عندما صدر قانون التظاهر كثيرون بما في ذلك أوساط داخل الحكومة القائمة في مصر في ذلك الوقت اعتبرت أن هذا القانون لا مبرر له وأنه يعني يشكل انتهاكا للحريات المنصوص عليها في الدستور، أي أنه قانون غير دستوري. لكن الأهم أن كثيرين قالوا أن هذا القانون سيفتت جبهة 30 يونيو، وهذا ما حدث بالفعل، لأن هناك الكثير من القيادات الشبابية التي شاركت في ثورة 25 يناير وشاركت في ثورة 30 يونيو موجودة داخل السجون. هذا يعني الوضع
العام، لا يساعد إطلاقا على حشد وتعبئة القوى المستعدة والراغبة في مكافحة الإرهاب.